نتكلم من المطبخ اليوم. الطبق حقنا بيكون حالي، من زمان ما سوينا حلا، بتكون كيكة الرهش أو كيكة الحلاوة الطحينية بالتوفي. بنحتاج هنا الكاسين دقيق، وعندي هنا كاس رهش أو كاس حلاوة طحينية، 3/4 الكاس زيت، و3/4 الكاس سكر. عندي هنا ربع كاس بس حليب سائل أي نوع تستخدمونه، علبة قشطة، و4 بيضات، وعندي هنا رشة ملح ورشة فانيلا ورشة هيل ورشة زعفران، بالإضافة طبعا للبيكنج باودر. بسم الله بنبدأ نخفق. أول شيء البيض مع السكر، خلطهم كلهم مع بعض، وأشغل العجانة ونبدأ بسم الله نخفقهم مع بعض شويات، وبعدين نبدأ بإضافة الزيت. نبدأ بإضافة الزيت بالتدريج طبعا، على شوي شوي لحد ما يخلص 3/4، وبعدها على طول الحليب، ونبدأ نضيف القشطة على ملعقة لحد ما تتجانس. بضيف الآن الفانيلا ورشة الملح والهيل والزعفران، وأخليها تتحرك معها شوي لحد ما يذوب الزعفران. أبدأ بالتدريج بإضافة كاس الرهش اللي هو الحلاوة الطحينية، بالتدريج كذا على شوي شوي، وآخر شوي كاسين الدقيق، وأبدأ أضيفهم بهالطريقة. أفضل طريقة يا بنات إنكم تضيفهم بالتدريج بهالشكل. خلصنا من خلط العجينة، نيجي الآن نصبها. اللي تبونها بقالب كبير، بقالب صغير حق الكب كيك براحتكم، حطوها بكيس أريح لكم كثير بالتوزيع وأسرع. خلوها 3/4 إلى النص، لا تملونها لأنها تبي طبعا تبي تنفش معكم شوي، وبعدها على الفرن. الكمية زادت طبعا على الصينية الثانية، بجرب الصينية الثانية هذه اللي مفتوحة من الوسط. بالنسبة لدهن الزيت، ممكن زيت ممكن زبدة وممكن طحينة سائلة. مو بلازم عاد اقول لكم وعلى الفرن، هذي قلتها الفرن طبعا من هوم اليك، لاني عارف انكم تسالون فرن هوم اليك يا بنات من قصر الاواني، والله اني عارفه. خلص الكيك حقنا وغطيته، خليته يبرد شوي على اساس اني اقدر اطلع من القوالب. بنجي الحين نصلح التوفي، وصلحته معكم كذا مره بطريقه يعني الطريقه الاساسيه، هالمره انا منزلتها للناس اللي يقولون يكلكع معنا او يخرب. عندي هنا حلاوه بقر المعتاد المعروف، حطيت هنا تقريبا 16 حبة، وبحط معها الحليب المبخر هذا تقريبا 5 ملاعق، وبعدين بشوف يبي زيادة ولا لا. مثل ما تشوفون الحليب المبخر اللي اقصد فيه اللي هو حليب الشاهي، حطه تقريبا 5 ملاعق، وبعدين اشوف ممكن اني ازيد ملعقة على حسب. الحين بحرك، خلوني احكيكم عن هالقدر هذا او ما ادري شو تسمى الكاسرولة، خليني اقول لكم عنها. طبعا هي تستخدم لتفويح الحليب علشان ما يطيش، لكن ممكن ان نصلح فيها التوفي، وممكن ملعقة خشب ممكن ان نصلح فيها التوفي او نصلح فيها نذوب فيها الشوكولاتة. عندكم المسمار هذا، ينفتح المسمار ويتعبى من داخل مويه، سبق اني شرحتها لكم وبرجع. اسمع صوت المويه، وشوفوا المويه تطلع من هنا. طبعا انا شبكيت الازرار هذا وعبيته مويه، وهو اللي بدأ يسوي لي التوفي، شوفوا بدأ يذوب. مرة جميل هالقدر يا بنات، سواء صلي على محمد، لتذويب الشوكولاتة، للحليب، مرة جميل. وبنفس الوقت نفك المسمار ويرجع تنزل منها الموية بكل سهولة. خلص التوفي، شوفوا جماله يجنن، كنا صدقي ما كنا توفي كبي. ونوزعه على الكب كيك ونرجع نكمل، استنوا الإجرام قدام.